قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. ولا على بالي بغيت تلعبي شدي بلاصتك ليه مالك زتي واقفة واجيتي ولا جابوك خونا بانكا ولا مقريس يا خضار الأخت باينة اليوم ظلومة كاع كنقولو هكاك ولا بغيتي نستقبلوك بالحنة والزغاريت أجي بعدا منين من الخوت جديدة أزمور ستات وستاتي ستات ورجالي دار من بطالة صافي أنا بلاي الناس بلاي ها كاع كنا فكاك دابا تولي فيها الحبيبه اشنو سميتك بعدو ليا من الزين راه واقيلا زيزونا اشنو سميتك ولا الاخت زيزونا اختي ما بغاش تقول سميتك طوما اول مخفل اول مخفل انا ماشي في معكي مشي ليه حتى الغدا وحل الله الناس واخدين العيالات وانا واخد خطيه ما عمرني شفت شي مره ما عندها نفس بحالك واتي ديري بحال لياتك خدمي عاوني راسك وبقاي لاصقه فيا انا عاوني عليا انا ما عاونتش على راسي سير انت سير ما يعفو عليك شوف قدام الشهود وقدام الناس ديال الدوار الا كنتي راجل طلقني اعطيني براتي بغيتي براتك وراك مطلقه طلقت علاش يا الله سيري عاودي عليهم ما تبقايش شي حد سير سير تركت عليا وجهك عطيني التساع يا الله ما بقيتش بغيت نشوفك انايا
يا الله بغيتي تقتلني قتلني قتلني. انا راجل، انا راجل احسن منك. يا الله الله يعفو عليك. تقتل عييت من عم الشيطان عييت وانا اليوم ولك لاباس عليك تبارك الله. وليدك راه كبر، اش خبار عبد الكبير؟ تكبر فيه على ان شاء الله. مالي تاني داره ياك ما باقي كيشرب؟ غير شرب حليمه، لا خدمه لا ردمه والدق والصداع عشيه وصباح. الله 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 على بنت عمي. الله الله زيدي اخوتي زيدي. مرحبا بك. على السلامه يا اخوتي على السلامه. بنتي وحشتك. ومرحبا بك وحشمي الدار دارك. احنا راه كان خاصنا راجل، ها هو جابو لنا الله. يلا سعيد نوض زيد. ايوا دير هاد الوليد. انا لا لا غادي نربيه، غادي نتهلا فيه نقريه ونكسيه ونصبطه كلشي على حسابي. بارك الله فيك الحاج، حتى انا نيت ما بقى عندي حد من غير بنت عمي اللي خطيها عليا. العوينه اللي بقات عندي من ولاد عمي هي فطومه، انا مباركه بها الحاج. أكبر النبي. مرحبا بك يا بنت عمي. مرحبا بك. واسيد الحاج، واسيد الحاج، واش كاين اخو الحاج؟ قدو رسل لك مع ولدو ياك ما العود لدهم وقفو الثمن ديالو. يا هو علمك علمني واش كنتسنى من غير هذا النهار. وين نعيطي؟ نعم سيد الحاج. واليوم اخويا راه لدهم عندنا ضيف، غتفرش ليه تما وتصاوب ليه الوتد، وعندك تدخلوا ليا الكوري. شوف هنا فين بغيتو ووجد ليه العلف يكون منقي، فهمتيني؟ صافي يكون هاني يا سيد الحاج. طير حي عليا انا. خويا عبد الله سير عندو قول لي قال لك الحاج في العشيه هو عندك. يلا الحاج عزيزين عليه الخيل، غامتلفين ومضرينو علينا وفينا كان شي موسم ها هو فيه. يعيس معاه يفرق داك الشيء يحلف ولا. ها وليدي يا سعيد قدام قدام الربح حتى الاول غتركب على هاد الدهم. يلا حيد على الجيب ديك الخشبه بركه. ايه غادي تمشي تبرع عليا واللي عنده الدهم كاع ما يندم. يلا زيد زيد مشي نفرجك في الحيد ونفرجك في البهيم. يا ودي العزري يلا. ايه تبارك الله. زيد شو زيد زيد هات هاتي راه كله ديال عمك الحاج. كي جاك العزري انا غادي نعلمو التبوريده من دابا. لهلا يخطيك علينا الحاج. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. بالصحة والراحة. بالصحة والراحة. الله دابا عاد عرفت الحاجة علاش الناس اللي لاباس عليهم كيديروا حمام بلديين في الفيلات. ولا كاين شي حاجة أحسن من الحمام بلدي؟ وهي إلا نطي لاباس عمي ما حد مازال سخون. سير بنتي بول معطي زيد شي قراطي ديال العود ما يرضاش. لا 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 بنيتي عاد نسي. لا أختي هذاك الحمام كيسخفني ويدير لي الدوخة. هي ديك الحاجة ردي المعمري بره ديالاتي الصخفة هي اللي انت فيها هذا. واش ما كتساليش من الشقه؟ سيري سخني عضيماتك وتاحي يلا.
والحقيقة كنت في الدار ما كرهتش كون قلنا للحاج يدينا الدار البيضاء من هند سارة ومن هند قدام. فاش قلتي الحاجة؟ وانا كرهت، انا نبغي نمشي عند الطبيب. هيك لاباس، يمرض عدوك اللي ما يبغيك. برك عارفة داريني عينية وشوف عندي قلال، ولات كتبان لي غد بابا. وهي هذيك نديرو حجة وزيارة. سعيد هاجي وليش هاجي، مالك مالك حبيبي مالك؟ دامي حميد. شكون حميد؟ دامي عبد الله. صافي ولدي انا غنمشي نتبرى من ماما. صافي حبيبي صافي. تعال لي وليدي، سير عند خالتك. تعال لي وليدي، تولي اخويا، تولي وليدي يضرب لي ولدي. ما تبكيش اخويا ما تبكيش، ولا على الرجاله كيبكيو؟ خالتي. نعم. قال لي انت عامي امك. يا صافي 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 ما تبكي. اسمع اسمع نوض نعومك، باك الحاج غيدينا للمدينه ونشري لك واحد حاجه زوينه. يا وليدي نسيت فطوم وفطوم، علاش الشيطان بنت عمي الدراري هادو يتخاصموا ويتصالحوا. نوضي نوضي لبسي حويجات قبل ما يضربك البرد، وتصاوب هذيك الخضره انا راجع. سير بو سير خويا ولي خويا تضرب ليا ولدي. واخا علي واخا علي. يكون بس الحجة لا يوريك بس وليدي الله يرضي عليك. سناء. نعم دكتور. هتعطي الحاجة لك لي فورتيفيون وتخليها ترتاح شوية. درايك لاباس؟ لاباس. داك السخفة اللي عندها الحاج عندها من لا طونسيون اللي طايحة لها شوية، خصها ترتاح وتاكل مزيان وما يكون غير خير ان شاء الله، ولازم تعرضها على طبيب ديال العينين. راه ديتها ليه وقال لك الله يحفظ الله يحفظ، قال لك راه يمكن يجي هذاك العمل كحل. يرضى الله الحاج يتهلا ما يكون بس. الله يرحم الوالدين. والله الا عندك الحق يا فطمه بنت عم يا التربيه مزينه. قلت الله يسعدك. وحال وليدي ويني على وليدي على وليدي. غادي ندير لسان ولا يلعب شويه. وباك الحاج غنمشي نشري لك الحوايج، نشري لك الصباط والصنداله والفانيد والشوكولاته. يلا اش بغيتي؟ نوض اخويا نوض نوض. احنا راجعين حليم. العب اخويا العب. عداك افطو ما عداك. وعليك سيد الرجال ديتي.
والحاج وتي كي درتي ليها؟ مخلي العيالات كلهم كيتسناو ويسولوا فينا يا مولاي الدار وتي جالسه هنا؟ وانا دابا مالياش درت جريمه ياك عتجوز وما شتلك شي وحده برانيه راه من دمك. والهبيله الله يهديك باش انا نقدر نفرط فيك. يا بسم الله وتي راه هي كل شيء بلا بيك الدار ما تسوى والو. انا ايوا شوفي فيا وتي هي المكب ديال الدار. نوضي نوضي بارك قاش مقلقه نوضي فتي لبسي وزوقي ونوضي شوفي صحاباتك خليني انا الرجال غادي نوضوا ديال الزرع فراسك. عليكم. وعليكم السلام. يا ويلي سيرين تلقيو في الزرع يلا جايبين خبار ياك السوق نايضه فيه العافيه يا والهضره يا والكلام هادشي اللي دار الحاج عاجبكم؟ يا ما ديري حسنه ما يطرابات بركتها بنت عم عندها صدقت واخده ليها الراجل ما بقات ثقه خوتي في هاد الزمان. اييه جرى عليها الرويجل صدقت طايره براجل. ثم الله يهديكم المراه مسكينه باغا تستر وتربي وليدها انتوما اش بغيتو عندها؟ كون بغات تبقى مستوره تصبر مع راجلها الاول لاش جايه مضيقه على الحاجه حليمه. والله لا يكون فيها الخير كون بركت مع راجلها. انتما رحنا العيالات واعرات ويلي جات تشوف بنت عمها صدقت واخده ليها الراجل. واش هاد الحاج هذا ما يقد حتى شي واحد يهضر معاه ولا ينهيه؟ يا تدوي يا خدوش اش كيقول الحاج؟ تي شكون اللي قد يدوي مع الحاج؟ الحاج راه ما تيدير غير اللي قالها ليه راسه. دخلت عليكم بالله اش بغيتو عند هاد المراه ولا صدقات مزيانه معاه؟ يا مزين نهار يا باين من الصباح وقت نوضي نوضي عليا انتي مشيتي وتي اللي فيك مهناكم واش هاد الخدامات عندك بالدار وتي جالس عزيز عليك تماره ولا خطاني خويا البقره اش ندير وكاع العيالات تبدلوا الا فتي سبحان الله العظيم. الحاج شتك هاد الايام وليتي مشغول عليا شويه. هو وتي اش خاصك؟ بغيتها راحتك. ها والله الا توحشت حديثك بقيت عقلي ديك الايام الزينه لما سمو ونزيه وبقيت عقلي نهار اللي كان جا كود المقدم بغى يخطبك وجريتي عليه بيدو تاع الحليب. يا حب كذبتي بحسابي. انا غادي نتوضا العصر قرب وتي تا راه تا الظهر نسيتو. فين عمرك شديتي الوقات يا مقابله على العتله والفاس؟ ابقى بقلعتك شي كويس الحليب يصفي لك الدات. لا لا خلي خلي حتى نصلي ونرجع. او ما لولو او ما لولو او ما لولو تم بكيتنا او ما لولو او ما لولو تم بكيتنا حطيت طويلة بابا حطيت طويلة خويا حطيت طويلة حطيت الكيسان وجنبالي وجا والبالي الحباب والعشرات او مالولو او مالولو او مالولو. هانا كي جيتك؟ ايوا هانا تانا كيف جيتك؟ الله وهادي سلام.
الاولى. ايوا ايوا. هانا ها هانا. خير هي السؤال. هوكاك هوكاك العزري. أنا هذا هو الكاس اللي كيتم داغ ماشي بحال هذا فيها تاين كتشرب. شد شد ما تخافش الدنيا لا تفتركتوش. لا خليه يتعلم الفلاحة وقواعد الفلاحة. هذا كاين غير تلمت نخليه راجل. قول لي يا الحاج بلاد الحمريه جرتي فيها واش غادي ندير فيها؟ اخويا الدراري كبروا والصحه مشات وانا بغيت نحوز حقي باش ندير شي بيعه وشرية نكونوا بها مع الزمان. شوف عبد الله انت والفلوس راه ما كيتلاقاوش. واش انت بلاد بوك كلها مشيتي صرفتيها غير على الشيخات والخوال خاوي وبقات لك غير هاد الارض هادي بغيتي تغيزها؟ صافي 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 صافي. شوف عبد الله الله يرضي عليك لما خلي عليك هذاك الطرف ديال الارض وخا نبقاو غنشموا فيه ريحه الوالده. هادو ولي مش طار الراجل. خذ خذ هاد البركه. صيفط لي السي محمد السيمانه الجايه راه جاي عندي وحط عليني ندبروا لي على خدمه نصيفطو يمشي يدبر على راسو. تسير دير اخويا تسير تسير دير راسي. شوف عرض الله لا باقيش جبد عليا بحال هذا الكلام هذا. ترى خاصك تزيد تقوى في المحرات راه ما واكل من الارض والو. واخا الحاج واخا انت واقيلا الصباح ما عاجبنيش. انزل انزل حيد عليا انزل. يا بسم الله انا غادي نوريك اولدي الحرث كي داير والخدمه كي كتكون. زيد دير هك يلا قول لي كي دايره في المدرسه كتقرا مزيان؟ مزيان. شوف اولي الارض تا هي راه كلها كنز قد ما عطيتيها تعطي. اجي طلع هاب شوي هاب شوي وحل عينيك شوف فيا اش غادي ندير. صافي اصاحبي انا جاي. خلاص اصاحبي تعبت الله. تبارك الله وصلها النبي. اش هاد الروينه وفين غادي ليك بالسلامه؟ الوالده لقيتيني يلاه جاي عندك. الدري صاحبي عنده العرس خصني واحد ليه 1000 درهم. 1000 درهم مالو كيسالها لك؟ الوالده راه كاينه الغرامة عارفاني ما ترداش بالبشر. سعيد الله يهديك ولدي ياك ما يسحب لك مازال مقلوب عليا الكفه. الله يعفو عليك من الصهير والدوران في الزناقي بالليل. وبارك عليا انا على الصداع ديال الحاج عطاني 1000 درهم ولا نمشي نتسلفها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. 800 درهم هي اللي عندي. رد بالك يا ولدي.
إلا كانت عندك شمية خليها في جيبك مخبية لا تقرر ديك الكمية ريو بالي ريو بالي وخلا بزطامي خاوي نوت قاعد لافوز ليالك. بلاتي 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 قولي يا أخويا سعيد دبرتي في درك شو لورا معلوم دبرتها مصبر الله يخلي لي الوالدة مينشك. أما الحاج من نار داك المطايفة اللي جبتي في البار ودونا الكوميسارية لعقلتي عقبية كنهبط للمدينة حبس عليا الموت الحق نيت ما بقاش عندي معاه مقيت صافي نيت صافي عنديش معاه وهبالي وهبالي وخلاو بزطامي خاوي نوت قاعد لابوت ديالك وهبالي وخلاو بزطامي خاوي نوت قاعد لابوت ديالك لا كانت عندي صالي زهرة صافا بخير طلعت الله سعيد السعد تقطت عليا كنت غادي ندابز مع واحد البرهش بسل عليا تاوري ليا فينا هو سمعك صافي قضيتي الشغل هاك شوف هاك موسى يا ما تقولي لي انا سعيد لا والو سيرتي تسناني لتحت تما علاش قلت لها عطيني النمره لا تقولي لي انا مرا لا والو ديرني انا دمدومه وديرني قنطره لا فهمتي لا ما تغوت ما نغوت عليك ونفوت الخوات ليه بغات تقصر مع الدراري قصر معاه ما بغيتيش عطيني باتساع الرجله ديال الكرطون صافي ارتاحيتي تهنيتي عقلتي اش كنت كنقول لك خرج لي الطوموبيله هرستيها كربستيها حوي انت على وسي حوي قول لي شنو وقع دابا شنو زعما كاين دابا انا وليت ضحكه على هاد العمر ديالي غنولي كنتسارع عليك نقلب عليك في الكوميساريات والسبيطارات ياك الحاج الله يهديك واش هذا وقت الهضره شو حاجه دايره قول لي يا خويا انا وليت ضحكه دابا في الدوار كلشي شاد الحديد بيا كلشي كيهضر عليك ولد الحاج داير ولد الحاج بعل ما كيدير غير اللي قالو راسو واش نزع ما كاين انا غنولي مقابل انا غير المصايب والكسيد ولا ولكن عندك الحق عندك الحق سري انا نستاهل انا اللي دسرتك وفششتك فشتي ولاد خوك اللي صيفطيهم للخارج علاش انا لا فيزا كدير غير 5 ديال المليون كوراني حتى انا دابا في الطاليان ما عندي ما نبقى ندير معاكم في العروبيه تسمعتي اش كيقول هذا سري هادشي اللي كيستاهل عندك ياك اخويا دوي مع المرهوش دوي مع الحاج الحاج سعيد حشومه ولدي واش كاين شي واحد كيدوي هكا مع با فين عمرك كان با فين انت تزوجتي براجل باش تستري راسك وتكبريني انا كبرت قلبوا عليا دابا يلا تحيد عليك داكشي وزيد تغدى الحاجة فين هي قالت لك سيدي ما فيها ما تاكل والبروش في بيته فوي
والله يهديك الحاج، بركة ما تخمم وزيد تاكل. والله ينعلي مداخ، الله يلا طاب لي رجل. تيكون ما شرينا لك هذيك البارط ما كرة خرج لك العقل. ولا لي خطيك عليا، عارفك هز صهد من جهتي. يو اختي من اللي عارفة، يو راعي وليا شوية. انا غدا غادي نهبط لهذيك الدار البيضاء نبدل هذوك السوار ديال البارطما، والله العظيم وباقي نسيق الخبار شي نهار عطيتي السوار بلا خباري على قطعت انا وياك الهضره، ولا نفضيو كاع دوك اللي لاقاوني فرقونا، وهذاك الباروش والله باقي يدير فالطه غير قدك تنخرج بوه مع الباب. واخا خويا اللي قلتيها هي اللي كاين عازي دابا تغدى. تغدى عادتي. صافي نودا وليدي نمشيو برد علينا الحال. ماشي شد السون 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 الحال زون، وانا يا تحت الشجرة كم عد في جواني، وجواني هو السوني والذي طار ديالي، كيف الاول كيف التاني، والتاني ما هناني وزارة زينة البنات. دراري يا صاحبي واش صاحبي ابا خلي مقود وزاره ما تقولهاش. هاني يا خويا السعيد كنضحك معاك ما فيها والو مالك شو ما صايب. لا مشيت معاك فريت بقى تقطع على ديما. لا صاحبي صاحبي خاف على معلم راه قلبه محروق الي طامور. تعرفني في فرنسا ياك تعرفني انا في فرنسا واش كتفهم فرنسي بعدا باش تعرف واش قال لي. ما عرفتش ما عرفتش انت كتقهرني الو جو تيم شيري فهمتي اش قالت لك بعدا. لا الدراري والله الا كتسالي معايا هو عاد ليك كيدبروا لهم على هاد السميات زهرة فاتي فاطمه الورده الموضة سي الموضة ما تعرفوش لا بلاتي والموضة الموضة الموضة والموضة الموضة الموضة. مالنا وشكون اللي غنى معجون باش يشد السون السون السون. وانت غتبقى تعوج في يدك تما الضو كيجي وكيف شي حاج هادي ما ندير لي. والمرح اخويا قلت لي بلي غيتصاوبوا غضربها البغسله كون هاني الحاج تاش نكون هاني كون هاني قتلتوني. الله يعاون السي الحاج. عبد الله لاباس واش لي موتور جديد وتهنا. ودي اخويا راه والله العظيم الا وليتي كتقادها من جهه كتعواج من جهه اخرى. انت شعرتي الموتور شحال يسوق راه مليون ونص، وغير البارح خلصت مليون غير خطيه ديال طوموبيل. واش انا غادي نبقى مقابل غير الخطيات وكسايدو؟ الوالد خرجوا رجليه للشواري وحضي راسك اللي ورطك في شي مصيبه. اه حتى هو مالو عاد غادي ورطني انا صبرت وصبريت قادة الحاج. انت مالك اخويا انت اش كاين؟ والوقت والزمان هذا وما عرفناش شكون السابق. ويلي عباد الله هذا مالهم وكيف يلو عليا قبل الموت؟ ثم هاد الورد شتو غادي يخرج لكم العقل وغلي ورد شي متر وكيبيعو حتى غتولي هاد البلاد كلها معامره عليا قبل برا. وحقي تاش من حق عندك جوج متر اللي خلات امك دابا نعطوك فيهم حقك وعندك يقول لك راسك راه شي نهار غنكتبت شي حاجه والله ما دي مني قد هكا. ثم حماقيتو مالكم هاو ديال دم انت اللي مهزم. الله ما حلات لك كتحلالها هادي يا الدنيا.
وليدي كيفاش؟ ها؟ تقول افسر لي انت شنو كيدور لك في راسك؟ ها؟ شنو كيدور لك في راسك؟ حتى واحد ما يعرف اش كيدور لك. بارك الله عليك. ما اقول لي تاع عمي تسطر وانت البارح انا مريح حداك الحفر ودرت على غفله كي بالي كيدو مع راسو بحال شي حمار ياك ما مريض الله يكون في عونو غمدو خور بيبو كل نهار جايب ليك سيده ولا فضيحه كان فرحان به يسحابو شريط يتحزم به على الزمان ساعه طلعت طليه كحله انت اش درتي مع خوك في هذاك المشكل يا نو تفقد في خوك راه الكاس وهذيك الجنيه ديال فطومه بسحور حتى ما بقى يعرف راسه من رجليه. والسلام عليكم. وعليكم السلام. انتم كي دايره قضيتكم؟ سمعتكم كدعوا على السحور ما السحور ياك لاباس؟ لا كنا كنتكلموا على العربي. ما بغى يتزوج ما بغى يقود. صراحة عمي انت ماشي فران. حنا كثيرين ندويو على مالك كتسابق على الهضره. نوض 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 كمالتك. خويا الحاج مالك واقف قدام الباب؟ دخل. وانا كديت غير نشوفكم ولكن واقيلا نخليها المره اخرى والله ما تمشي حتى تتعشى معنا الليله لا عبد الله ما تحلفش عليا ترى انا عارفك البوندي مقلق اليوم مقلق على البلاد والهضره راه كثيره والمهم خليتها ندير وندوز ينوض تكلم مع خوك نوضوي معاه على حقك في البلاد نوض اش تسنى نوض بركة عليا من الغيطة هاد المرة سكتيني سكتيني صافي والحقره ديال الوالده والله الا الحقره بالله السوار ديال المحل ديال الدار البيضاء حيتو لينا كنا ما كاين باس دابا حتى التموسيق ما تموسقوش ليه نعل الشيطان ولدي نعل الشيطان سعيد وفرق عليك ديك الجماعه ديال ولاد الخمازه راه غيخرجوا عليك شو حالتك يا ولاد طلع على وجهك في المرايه وجهك غادي وكيكحال اللي ما عنده با هو هذا دير عقلك يا سعيد غدا ولا بعدو غتولي نتا هو مول المحل الله يرحم باك الوالده الديسك ديال الحاج راسك مابقاش باغا تصنط ليه انت عارفه اني ما كنحملوش ما كنتشامش انا وياه عارفه ولدي ولكن صبر مع مولتك واش تنتي وراه مكفيه عليك القفه وما ساق الراس كبار ولد هامي قال لي باه تلاقى مع الحاج البارح وقال ليه باللي ناوي يكتب يا اما لخوه يا اما لشي واحد في ولادو شتي انت دير عقلك وكون راجل وهنيني بشويه ديال السكات أرى الخيلات خيل عمر ها هو رجال وكلا تقدر سيدي للسربة جاية وانت مخبي لي هنا الحاج الله يرحم باك راه دارني راسي انا ما فيا ما يتبورد ما فيا ما يدير والو الساعة اليوم عاد درك راسك وصافي خف عليا الحاج الله يرحم باك خف عليا الحاج زيد ايوا وصي راس ليك البلاق سولت عليك النايمين سولت عيون صغرين سولت عليك كلاش قلال يا سلام سولت عليك اصحاب الغيوان نعود
عطاني خبار. هانا سيد الحاج، كي جيتك تجراس عمار الدار وانت يا اختي اللي جا معاك الغنى؟ ما انا هجرته ويلي عمار جابني حتى النهار الكبير قدام الجماعه وقال لك جاتني السخفه، وانا رضا رضا بشي واحد براني يركب على ذاك الدهم اللي هو جاي صايقو. الحاج نعل الشيطان يوسع عليا شويه خاطرك ورخف النفس فيك، ورا ليا دوك رجيلات نغسلهم نسدهم باش ترتاح. تقول لي بعدا كاين هو فين زاد الحاج؟ الله يهديك فين بغيتي يهديك، راه مع ولاد الدوار جنب الطريق. قولي خرج الطريق ولا متبع الخوال الخاوي. ارا الحاج، الحاج شتك ما جاوبتينيش على السكنه في المدينه. خوات هاد الليله واقيلا ما غتقاداش فيها الهضره. قالت يا اختي كي جاتك هاد السكنه هنايا ما عجبكش؟ لا حنا بغينا نسكنوا في المدينه ونوبه نوبه نجيو لهنايا في الصيف وفي الربيع باش نفوجوا. اييه والبلاد والبهايم شكون غادي يقابلهم؟ ولدك سعيد؟ سعيد سعيد طيبتي لي قلبي بسعيد، وكون زوجتي وعمرتي ليه دارو كون رانا مهنيه منحسو. اجي بعدا تقول لي كي دايره قضيتك اللي وليتي كتعطيه السوار ديال البرط ما خزنا مني؟ يا ويلي الحاج على هو ماشي ولدك؟ كان ولدي ملي كان كيسمعني، اما ملي ولا كيدير اللي قال ليه راسه وهز عليا كتابه ما يعرفني ما نعرفو. انا على الشيطان ياك يالله دابا شي شويه كنتي فرحان به وسط الجماعه. الحاج صلى على النبي. الا تبورت الزينه. يا مول عاوده، يا مول عاوده عندك واش عيون عجبك؟ راه شق عليك تي الدنيا مقلوبه بالزنقه وانتي بالك ها 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 عيدي عليا. الحاج خليني ليلة فطوم. صباح الخير. صباح الخير المعطي. قول يا خويا ما لقاش عندك هنا دوا الفار؟ اي اي لا فطومة هذا اللي شاد في يدك هذا راه سم واعر بزاف هذا. شتي هذا راه كيقضي على الحشرات، وهذا كيقضي على الحشرات والحيوان وحتى بنادم. عندك لاله فطومة تنساي ما تغسليش يديك. لا حيت انا يسحب لي الدواء ديال الفار داكشي علاه. اي كان هذا ديال الفيران، انا غادي نمشي غدا ان شاء الله للسوق ونجيبو لك معايا. ما تنسانيش المعطي. صافي كوني هانيه. الحاجة شفت عبد الله وتريكتو هاد الايام تكثروا الغيط على الحاج والخوت مع بعضياتهم. طويلة على الخوت مع بعضياتهم، تبغي انتي الخو يورد في خو واخا باقي حي. سمعتي شي حاجة؟ شفت عبد الله كشكشو خارجين على بلاد الحمرية. هو بلاد الحمرية بلاد امهم، الحاج خصو يفك مع خو. واش هادو غادي يبقاو تابعين الحاج تيفرقعوا ليه مرارتو؟ ولدي سعيد اشنو دار ليهم؟ اش بينو بينهم؟ ولا يلقى فعلو. سعداتك فعل الخير. حاج مسكين حنين كيبقاو فيه الوليات، ختما لقى شي وحده مقطوعه من الشجره ما عندها لا ولي لا تالي كيجيبها للدار ولا كيديها للعرسه. شو غير مريم تبارك الله، غير البارح كانت جات بنيته صغيره واليوم هانتي صلع نبيع زيبه. تانتي الحاجة اللي خطك علينا طلي مزيان وما تنسايش النواضر. الله يسوانا قعدي قعدي راسك قعدي. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحاج الله يتقبل. اللهم امين. بسم الله. هانا كويس مشحر باش تكمل لي هذاك السبب. البارح الليل كامل انت تكحكح. ايه بسم الله. وفيه العشوب اللي كيعجبوك، الزعتر ومرد الدوش. ولكن حار. ويلي على حار الحاج. شرب غمض عينيك وجغمه وحده. شتي عبد الله قبيله كيغوت عليك
ما حشمش عبد الله هيك لاباس. بركة عليا في الطمره اللي فيا يكفيني الله يهديك. الله يهديك الحاج، خفشي شويه فيك النفس، فك عليا هاد الغباشه يلا. كي جاك الدواء حسيتي بالراحه؟ الدواء تفتح عليا الدور انا عيان. هل خرج سالك الحاج؟ فين؟ شوف الفوق، شوف ما كاين بس هذه غادي تعطيها له فانيده في نص كاس الماء. واخا سي الطبيب قول لي بعدا ياك لاباس كلا شي حاجه مسمومه هي اللي اثرت عليه الحاج. علاه خطيك عليا اخويا؟ كنحس محلل بصار مكيف قطو. شنو اخر حاجه كليتي الحاج؟ كيف ما كتعرف السي الطبيب الحاج الماكله خوت اللي كانوا فين ما كان مع هو مضروب على الزرود مره في المواسم مره في السواق الله يهديه وصافي. خذي له هذا الدواء هذا واعطيه له الى تبعو غادي يكون مزيان ان شاء الله. من دابا 3 ايام نرجع نشوفه وإلا زاد عليه الحال راه عندكم التليفون تصلوا بيا. الله يرحمه. الله يجيب الشفاء الحاج. امين. شكرا سيدي. حاج الحاج اخويا الحاج اخويا طولتي في الفراش اخويا وماشي عادتك. هادشي ديال الله بعد ما نديرو الحاج. نعم. عرفاش تدخل لكرشك اخويا؟ عرفاش تدخل لكرشك؟ لالا حليمة خلي الحاج يرتاح وتصنت العظام لا بلا فايدة ما عنده باش ينفعو. يا لطيف يا لطيف من العين تابعينا غير بالغيط الله ياخذ الحق. معطي والمعطي نابل اللحيمة
الله يرضي عليك وليدي، راك معلي في الدهن. كنشم في ريحة الحاجة لالا حليمة، 15 يوم ما دي بشت. مالك؟ اش منعك؟ تي فايقة ولا ناسة؟ وفطمة مخليه شي حد يشوفه، هادي غاب انت عمك هادي. كانت قبل ما تخرج للعار. تي الحاجة، تي ديري شي حاجة، ما تبقيش ساكتة. اش ندير؟ اش ندير؟ هاد الميت ما يدير قدام غسالو. حل غير الشرجم، خليتينا بالبر الله يخليك بالخلا. قرب لهنا هاك، قرا لي شوف اش كاين في هاد الورق. تبارك الله تبارك الله. قرا انت عينك تحلو شد. هادي يا لالا، هادي ديال الحاج، شاري 5 القطارات من عند الزهرة بنت العربي، وهذا عقد الزواج ديالكم. مالك تضحك؟ هادي لالار الارض راه في سميتك، والبارتمان اللي في الدار البيضاء حتى هي في سميتك. جمع هاد الوريقات، اش كدير سعيد؟ واحد 10,000 كيتسالى ليا ولد العربي. 10,000 ريال كيتسالى لك ولد العربي؟ تاعك ما عارفه والو، عيني مغمضين. لكن هاك تستاهلها، فرحتيني الله يفرحك، الله يرضي عليك. الله ينعلها قاعدة خدمة الغش. الحصاد عندك بحالك بحال الناس، البلاد عندك شوية محيطة، عطينا حقنا من الزرع. اشنو؟ على خدمتكم الزينة، خدم خدم. حسين لخاطري ما قدرتش، كنحس بالسخفة. أباكي لما ذاك الدوفة راك عليا منه، أراهلكني مساكين. وين يا الحاج؟ أنا ما كانش في راسي عندي دري صغير كيخلعوا الدواء. واخا سيدي، اليوم ما غنعطيكش الدواء، غتغدى مزيان. أه ولكن غدا الدواء. طوم نسينيش، تفقديني مرة مرة. الحاجة مسكينة وخا ما بقاتش كتشوف، راه كتجي تطلع عليا مرة، ومسكينة راه قلبها حنين. ردي ليها البال، راها بنت عمك. مالها الحاجة تشكت عليك؟ سعدتك فعل الخير.
ناخذ وسيله نمنعه ما في السماوات وما في الارض. الحمد لله الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سيدي احمد. نعم. زيد قرب حداك. خير ان شاء الله. زربت سيدي احمد وكتبت كل شيء في الطوم. الوقت والزمان ما عرفنا فينا شكون السابق. عتقني ولي عمي بالعدول بغيت نصفي رقبتي. حق حليمة وحق عبد الله يرجع لي. شرط عليا هذا الخبر الليله ان شاء الله تبات في راسو. تبدلات عليا في الطومه سيد الحاج. ما بقات عندي فيها ثقه. انت كتشوف ما بقى عندي جهد. انا مزاوه ولي عمي عتقني بالعدول. هاك الحاج شرب بعد هاد السبوب وجع الله خير. هاك شربوا بالشفاء ان شاء الله. بسم الله. شرف. كي داير هاد البقرة في الحليبة المعطي؟ وانا مالي شغلي اللي كتسولني؟ اه بشوية غا سولتك اسي. عطاكم شي حاجة لالا فاسلة؟ مازال سيدي انتوما مال الأولين هاد الصباح. اش قلتو؟ 30 مليون غنعطيك فيها. 30؟ واش كضحكوا عليا هاد السلعة كلها ب 30 مليون؟ غالحاج كان الله عمرها دار كلمة جوج الله يربح ما يخسر لينا حتى حاجة. وا سيدي تسنى الحاج تيتقعد من المرض ويجي يتفاهم معاكم. شوف باش انا نبيع وانت تشري وما نضيع ما تضيع. نعم. 35 مليون اش قلتي؟ تكلم على الله عاد. انا ديتها الحاج تكلت على الله بسم الله. ها 100,000 ريال عربون. الما باقي غدا ان شاء الله غادي نجي نجيب كاميوات ونعطيك فيسات ندي سلعتي. الله يربح سيدي الله يجعل كل شيء مباركم بسرعه. اللهم امين طلبوا الله عايسه. يا ربي امين. تتقعد شوف شغلك. وما كاين لاش تقلب الحاجه باينه. هاد العود شحال في عمره؟ العود جامع. تبارك الله والصلاه على النبي. وصافي يا ولدي الله يهديك راك ولد السوق وعارف. سيدي ما عندي ما نقول. هاك بسم الله. بسم الله. والله كل ما جا وجهك عزيز لداه واحد بالله. عارف اللي كاين يا ولدي تبارك الله عليك الله يرضي عليك من عندي. يا وسير راك ديتي حاجه مليحه. اجي انت ما متشاورتي تكلم. لا فطومه قولي الله يربح احنا تبيعنا وتشارينا. تبيعتي وتشاريتي يا رجل. شد العود عزيز على مولاه خود. ايه ديك الله لا فطومه راه حنا تبيعنا وتشارينا. واش كتفلى علينا هذا ثمن اللي عاطي؟ وشحال كتطلبي لا فطومه؟ زيد على هادشي واحد 2000 درهم وليكيد. ها هي شكون يقدر يخسر لا فطومه؟ الله يربح. محسوبه بعدا؟ محسوبه. الله يعاونك سيدي. زيد انت قود العود. والله الوالده ما كنت نسحبك بحال هكا الصراحه. هادشي مهمتك علاش قاده؟ والله في هذا الزمان ما تكون مجبد مع بنادم حتى ياكلك. هانا سير فوج ليا مع راسك. العز الوالده العز. الله يرضى عليك. سعيد حدي مع راسك. الحاج والحاج الله يا ربي الله مخيبات مغيطة عندك يا الحاج. قول لي يا خوي قول لي يا مالك عاود لي يا خوي نوضي
ما تكابش غلاتك، رحنا تكالينا نوض اخويا كابر كابر قبل ما يفوت الفوت. دعيت الله كنتي نخلا واقفة قدام قبل، كانت كلمتك كلمة، كانت هيبتك هيبة. تجات المسخوطة، قطعت الخيط اللي بيني وبينك وبينك وبين القبيلة. بشوية عليك أخوي، بشوية 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 عليك أخوي بشوية. وأنا مشيت أخوي، خليت لك الراحة وخليت لي الله. الدم ما كانش في الكوري، الدم ما كانش في الكوري. فين مشى عودك؟ فين مشى العود؟ المعايطي المعايطي فين؟ فينك انت؟ مالك الحاج؟ فين الدم؟ ما كاينش الدم، ما كاينش في الكوري. ما في خبري والو الحاج. عاودي ما كاينش. اش هاد الصداع شي معطي الدم تخون الحاج. انت في الله، واش خرج العقل هذا؟ ياك انت قلتي لي بعيدها ودابا كتسول عليه. ويلي الحاج الحاج ها انت وبلي ما راه مازالين فلوس عندك تحت الخديه. وصلي عند بيت وقد ليا ياه معطي، عاونوا معايا ندخلوا للدار غدا ان شاء الله الحاج. نديك نزورك اخويا، رجعتي خال عليا كان معطي. جري جري اخويا عند الفقيه، جيب ولدي لي انا شويه السبوب، انا مزوقه فيك. حرام عليك بعتي لي عاودي، حرام عليك الحاج. حرام عليك زيد تفاسي. حرام عليك معي سير حي عليا، انت ما حد لي والو. زيد ما يجعل خبزي يقبلك في الركاري. تقولي اش درتي مع اخوك في بلاد الحمريه؟ ما دار معايا والو. كيفاش ما دار معاك والو؟ ما قسم معاك، ما رد عليك، ما عطاك فلوس، هي حقرك حيت سابق لي الصحه وما عندك جهد. دابا تشوف لما لقيتيه كاتب حقك في بلاد الحمريه الفطومه ولدها هانه انت. كيفاش حقرني عند راسو انا ما عندي جهد؟ والله الا ما اعطاني حقي حتى ناخذ بيدي. الحاج محمد، الحاج محمد، الحاج محمد، الحاج محمد. هاد الطريق هادي راه دزنا منها، واقيلا نشوفوا جهه الواد اللي يكون. يلا سي يلا زيد هاج محمد. ولا عجي بس تبهي مشى حدك هيك ونطاح في شي حفرة وناس تشي درق مش يدير بزاف هاشي العجب. هاد فين مشى؟ فين مشى؟ اوالا ابوي وقلبت الحصيدة كلها وتقول لي الآتا هي سرطات الأرض اما نعرف. Oh,
ساعة ولا هالجماعة نعلو الشيطان بغيتو تضحكوا فيكم الجيران. الحاج خويا عمرو ما كانت ليه شي حاجة وقعت ليه. اش غادي يوقع ليه والحاج داو جاب في الدنيا وافقي وراه علي شهر ما بال. ويلا سيدي بغى يمشي يقضي شي غرض بغى يقولها لحد دابا تشوفوه جاو زايدون الغيب حجتو معاه لا فطومه. السلام عليكم الجماعه. السلام الجماعه. راه ما خلينا فين قلبنا عليه الراجل طار ما سما تقول الارض شقات وسرطاتو. والله ما خلينا سبيطارات ما خلينا كوميساريات الضرب هذا كله قلبت عليه قسما بالله عمي وما تسال عمي تقول ابو وجهك احمر ما كاين اللي خرج عليه قدك عبد الله يهديك. ايوا انا صوتنا انا ولدي في قلب دارنا لا فتو من هاي الشيطان. الله ينعلو ويخزي السير فقي وزايدون هاد الخيمه اللي غنتعاير فيها انا ولدي ما عندي ما ندير بها غنبيعها. غادي تبيعيها؟ نبيعها حيت كاتبه ليا. كاتبه ليك بيع وشرى واللي ما عاجبو حال هالمخزن زيد قدام يا سعيد. لا فتو من الله يهديك نعلي الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسكينة لعلم الله شنو بيها كشتي انا شنو دارت لي ضرتي. كنا كنبيعو ونشريو انا وياها وهي دير لي كيلو ديال الحشيش وعلمات بيا الجدارمية وهاتي كتشوفي مشدودة على الباطل. شحال واحد مشدود هنا غير على الباطل حتى من الراجل طلقني وحرمني من الدراري. ماشي انتي الاولى ولا انتي الاخرى منك عداد. Aujourd'hui, la semaine prochaine, faites-moi la souplesse. Inch'Allah. Salam Khalid. الله يخليك شي تورني خور جينيرال. شوف ما نبغيش طابلات خواتها لخوانا فرق تقادير شكون هذاك خاين اللي حاس براسو ما عرفتش شكون هذاك كيبيعو يشري في الطوموبيلات لاباس عليه امو حتى هي شبعانه العقل ايوا فلوسو ما يديرو لا وي فين انت فين شات صداع انا مع الدراري صحابي معروضين لواحد الحفله تاع قول لي فين مخشي ما توحشيش ماماك زعما توحشك الوالده غدا ندوز نتغدى معاك وعندك ما تدوش الله يهديك يلا بسلام. هندرة فين وصلتي؟ لا صافي كملت وجيت الحساب كله والامور غاديه بخير وعلى خير نخليك هاد الساعه. لا لا خليك تعشى مازال عندي ما نقول لك. غيتا غيتا هندرة رجلتي دوك الشيكات مع داك صفر الوجه عطاني الفلوس ورجعت له الشيكات ديالو رفعتو من الحساب ديالك توصل للبنك غتلقاه فداك الميف الاحمر اللي عطيتك البارح. ايوا الارض ديال الجيران اش ما درتي فيها؟ ايوا على حساب داكشي تتفكري فيه ما غصلح لك غير هي. برافو عليك هكا كنبغيك تخدم معايا. انا ما كنرتاح حتى تنضي لك شغالك. قول لي يا عبد القادر حتى لين قريتي؟
حتى سالات القرايه. وفي الاخر لقيت راسي في الشارع، ما نفعتني لا قرايه ولا دبلومات، ولكن الحمد لله انا بخير. على هي كتجيب القرايه، العقل هو كل شيء. عندك الحق. السلام عليكم. عطلتوا علينا. صافي سيدي غير كون هاني، الماكلة دابا غتكون موجودة. أعباد الله، طلقوا راسكم شوية، واش الناس واقفة على الماكلة ديالهم وأنتم بشوية عليكم؟ السي عبد الخالق. ما كاين ما السي عبد الخالق، قابلوا شغلكم نبينا عليه السلام. أمدرا أجرتي مع مول الأرض؟ ما بغاش أسيدي ينزل عليه 120 مليون. إيوا أنا في نظري غير زربي عليه في الثمن. شفتي عبد القادر، الحياة علمتني الشطارة، بحده هو محروق على البيع وأنا شادة في الثمن اللي بغيت. ما نكذبش عليك، الأرض عجباني والقلصة ما بقاش معمرة لي عيني. لا لا لا، إلا غدا شري الأرض غيشري معاه حتى القلصة. أسيدي غير نتعمر عليه الشواج وبقى شاد في الثمن اللي عطيته في الأول. وريني حنت يدك، عطيت 90 مليون اللي جلسه والارض والمجازة. غير كوني هانيه غادي نعجبك. اشرفيه الا جات على خاطرك، هذه اختي وهذا راجلها بغاو ياخذوا من عندك ديك البقيعه ديال الارض اللي حدايا. الا جات على خاطرك عايش كلا لا لا ما يسري معنا، بغيت نتجاور مع اختي ودوينا مع داك السيد راه غلى علينا، وحنا ناس على قد الحال ضعاف وما فحالنا شاي. واخا واخا سيروا شوفوا دابا ندوي معاه. الله يخلي لك صحيحتك، الا ما سهلي معنا الله يجعل سيدي ربي يسهل معاك. والله الا لقيت روحك مشو. الله يجعل سيدي ربي يوقف معاك باش ما حطيتي يدك تربحي. الله يرحمك الوالدين. الله يسهل عليك، سير بنيتك الله يرضي عليك. وي با مهدي الله يحفظك اخويا، وشتي لي الامانه العوينات. اه اش من موديل مزيانه؟ لا مزيانه تقضي بخير. اه لا صاحبي الديوانه شغلي هذاك. واخا خويا آه 15 كيلو 15 كيلو والله ما نزيدك على الريال بالله. راك عارف صاحبي المصاريف اللي خاص والمسائل راك عارف. نعم يا خويا صافي، راه واقف عليا دابا الشاري خصني نقضي. يلا الله يعاونك تهلا. ايوا العوينات ديالي. على السلامة. الله يسلمك عبد القادر. خاصنا نطيروا بالارض قبل ما تمشي ليا من يديه. هي الاولى حتى مولاها محروق على البيع، باغي يبيع بالنهار قبل من الليل. ياك مازال الوقت. هادشي اللي فهمت. هاك فكرتيني ياك. هاد الامانه توصل لماليها، راه كل واحد بسميتو في لونفلوب. ها خلاوها سيدنا الوالا دهن السير. يسير. فين هو مصطفى؟ مصطفى اش اجي. مصطفى غنوصيك واحد الوصايه، إذا مشات جات شي مرا ولا مرا وراجلها قال لك راه صيفطتنا في الطومة وتصايب معنا في الثمن ما تفهمش معاهم، الثمن هو الثمن. واخا. يلا سير شوف شغلك. قول لي يا عبد القادر أشنو دار صاحبك مع سعيد؟ لا لا لقى ليه ثلاثة ديال الطوموبيلات من آخر طراز، سعيد غادي يطير بالفرحة. أنا راه ما ترتاح حتى تيكون سعيد راه شحال عليك، ما تصوريش شحال عزيز عليا سعيد. وفي الحقيقة أنت عزيز علي. تصور معايا يا عبد القادر هاد الأرض كلها نقلب فيها البيع. بغيتي تقولي نديروها بقيعات ونصرفوها متروات ياك؟ خاص غير اللي يشجع الناس على الشراء وعلى البني. هاد القضيه ديال البني نضربي على راسي، امالي الوقت كلهم في يديا. تا قول لي انت كي كدير اللي حطيت عليها يدك كيسر فيها الله وفرمشت عليا. ولا ما قضيت لك شغلك انت، شغل من غنقضي عزيز علي كثر.
اكثر من اللي تتصوري. شو ساكت ولا نقد نهدر؟ انتو ما عارفين شحال جريت وشحال سولت وشحال تكرفست. نبعيت الله غالب. انا ما قلت عيب، بغيت غير نعرف واش خويا باقي حي ولا ميت. وانت انا كلامي واضح اسيدي، الا بغيتي حقك انت عارفين تمشي تطلبه. انا مع القانون. عندك الحق، تبعوا القانون ونصبر. سولوا على راسكم، اللي عنده في مورا ما يتلف. السيد مول الجلسة تيتسنى. السلام عليكم، انا مشغوله وما عندي وقت نضيع. يلا يا مالوالد يلا، هاد مرادي نبقى معها حضر. فينك؟ ما البورتابل ديالك طافي؟ خلي على الله وصافي. اشنو وقع تاني؟ ضحكوا عليا شي بزناسه، باعوا لي ثلاثه طوموبيلات مدرحين. كيفاش مدرحين؟ مخونينهم بجوجل يوم النمره. المشكله دابا السيد غدا خصني نخلص ليه الشيك ديال 25 مليون ولا نمشي للحبس. 25 مليون؟ 25 مليون لا تمشي للحبس. ضحكوا عليك ولكن بالسيف كثرتي من الصغير ومن القصير وما عمرك عرفتي قيمه الفلوس. دابا عاد تفكرتيني؟ ها قول لي دو معايا، منين غنجيب لك الفلوس؟ فلوسي كلها حطيتها في الارض. جاوبني، مالك ساكت؟ اميتي اميمتي، اش هاد المصيبة؟ اميمتي غرقني وغرق راسو. مزيان سيروا في هاد الاتجاه اللي بعثتولكم، في رباط السيد العبد. ياه شنو درتو؟ لالا فطومه مراه فيها 10 ديال الرجال، ملي وعدتني اسبوع حنا في انتظارها صاحبتي العميد. تبان عليك ولد الناس. واه الفلوس كيغيبوا ويحضروا. لهلا يخطيك يا سيدي، عجبتي سعادة الكوميسير. واه حنا في خدمة المواطنين، مادام حصل اتفاق بيناتكم ما علينا حنا الا نساعدوكم. إذن موعدنا الاسبوع الجاي ان شاء الله نهار الخميس مع 10. ماشي امدرا كيوصل الامور مصطفى. اصلا قصي عبد القادر غتلعبوا في خطر. خطر؟ كاع الناس لازم يبلوا رخصه، خطر ولا ما الخطر؟ واش غنديروا مع الجماعه؟ الجماعه هذاك شغلي وانا قاد مش غالي. ولكن سي عبد القادر السيمه اش غنديروا فيها؟ انا سيمه عاوتاني قريب السيمه اللي عندك. شوف الكاميو راه غيجيب السلعه غيدخل بالليل. لا عين شافت لا قلب وجع، غدا الصباح كلشي يصبح مبني. تفهمنا؟ فهمنا. يلا الله يعاونك. قول لي نعمس انت مول الارض. نعمس وكيفاش اكتشفتي هاد الطموره هذه؟ هذه نعمس هي ديال الدري ولدي يجي البقيره مع جنب الحي ورجليها ودت في الحفره. وجبدنا هذيك البقره لا بزز من رجلها حيدناها من الحفره، وملي نكسنا هذيك الحفره جبرنا فيها العظومه ديال بنادم. وحنا مشينا نعلموكم نعمس. قلتي لي السيده اللي بعت لك الارض نعمس كتكون في الدار البيضاء؟ كتكون في الدار البيضاء سي اسمها فاطمه. اسمح لي نعم سي انا تريتورا. الله يتهنك. سلام الشيخ. وما تمشي فين؟ لا راه مازال نحتاجوك. مرحبا نعمس. سلام الشيخ.
ايوا من بعد 3 سنين هادي من نهار جرت عليا في الطوموبيل الارض ما بقيت حطيت رجلي فيها. مرة ملي كندوز من حدها كنوقف كنتفكر ايامات الحاج الله يذكره بخير. قول الحق، ماشي انت اللي قتلتي الحاج؟ ها يتكلم بصراحة، الحقيقة راه غتبان غتبان. الله ودي واش انا نقتل خويا وصاحبي؟ واش انا نقدر العشرة والرفاقة تاع 35 عام؟ اش كتعرف على حليمة؟ حاجة حليمة ماتت ومات معها السر. نهار تكلمت قالوا عليها مسطية وانا غسارح. شكون يتيق بيا؟ شكون اللي تكلمت كاع؟ شكون يصدقني؟ انا سيدي ما شدت ما علمت ما سمعت. انا اللي عرفت هو الحاج خرج من الدار، من نهار خرج ما تلرجع كان كينسى وكيتلف. قالوا لي ناس الدوار باللي فطوا ما هي سبابه، وانا سيدي الله هو اللي يعلم. واش كتعرف على فطومو؟ هما المفتشين كتحفى لهم وكنبانو لهم غير حنا. دابا اللي ريبوا لينا هادشي فين غنمشيو؟ والله ما عطاونا فين نسكنوا اللي خرجنا ليه من هنا، ولحنا رزقنا كله في الارض والحيوط، خصهم يلقاو لينا شي حل مع في الطومه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قول لي هاد المحل عنده رخصه؟ معلوم ما عنده رخصه ديالو. هاد المحل ديال الفطومه؟ اه. المهم الا جات عطيها هاد السيده وقول لي تدوز المندوبيات ووزارة السكنة للتأمير، ما تنساش مع تسوت صباح. مرحبا. مرحبا بلالة فطومة. ما دايرينش اليوم ولا نسيتي؟ باقي لي ان شاء الله يومين ونعطي المشتك فلوسه. لا 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 ما نسيتش، انا استدعيتك اليوم لقيتي درجتك الحاج محمد. حمد راه لقيتوه مقتول. مقتول؟ وصلنا بالنتائج ديال التشريح، احكي لنا بالضبط كيفاش وقعت الجريمة. اش من جريمة؟ انا ما عارفة والو. 3 سنين هادي وانا كنتسناه. قتلوه، قتلوه الكفارة بالله. حليمة ملي تكلمات رديتها حمقى وهجم عليك، حيتها من طريقك، صيفطها لسبيطار الحماق. ولدك سعيد؟ ولدي سعيد اش جابو الهضرة؟ ولدك سعيد اعترف، حسن لك تعترفي حتى انتي بلا مراوغة. راجلك ولا لا؟ قتلته، ما يلوحني ويلوح ولدي وكتب كل شيء لخوه ولاده. قتلته. Thank you.
سعيد اش كتشوف فيا؟ زيد عاوني في الباب. يلا طلق راسك. الراجل بغى يرجع في كلمته، بغى يكشفني من داكشي كاع اللي كتب ليا. شنو بغيتي ندير؟ نحط يدي على خدي ونكس نفكر؟ هاجي زيد، هاجي وحده معايا. توقت، كون راجل، وقف معايا. اش كتسنى؟ امي انت باش محزمه. سعيد، اجي عاون مهمتك. يلا قلت لك زيد. كون هنا سعيد، الامور راه كلها بخير وعلى خير. الوالده راه عطاتني الوكاله باش نقابل المشاريع ديالكم. ما قلتلكش هذاك السيد ديال نقد الابرام تلاقيت به البارح، وراه وعدني باش غادي يوقف معانا، وانا من جهتي ما غاديش نتخلى، ما غادي نجلس حتى نجيب لك التخفيف انت والوالده. الوالده لاباس عليها؟ صافا صافا، شفتها البارح بدات يرجع لها المورال. يلا شوف تهلا غير انت براسك. انتوما حماقيتو لمالكو؟ واكواك يا عباد الله هاد الناس غير حنخور. حرام عليك، هاتي لي عاود. ويا خمسك الحق. لا 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 Oh.